ذكر حجاج العراقي خبر وفاة الأمير الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس من شجعان أمراء بني العباس. وله الخليفة أبو جعفر المنصور على الحج سنة 38 و100 للهجرة، ثم ولي مصر للخليفة المهدي. وبعد وفاة المهدي أقره الخليفة الهادي عليها فقصدها، وكان أمرها مضطربا فأخضع عصاتها وقتل زعيمهم دحية بن مصعب الأموي. عزل عن مصر بعد أقل من سنة وولي أمرة دمشق. توفي عن عمر ناهز 48 سنة.